بعد تحذير الملاك أخذ يوسف مريم والطفل يسوع وهرب لمصر، وهناك عاشوا لاجئين لحد ما مات الملك الشرير هيرودس. فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. وبكده اتحققت نبوة قديمة تانية أعلنها الرب: ومن مصر دعوت ابني. فرجع يوسف ومريم ويسوع للناصرة، وعاش يسوع مع قرايبه. ويسوع كان زي باقي الأطفال في حاجات كتير، بياكل وينام ويلعب ويذاكر، وكمان اتعلم صنعة، ولكنه كان مختلف عنهم في حاجات كتير. فهو ما كانش أناني أبدا ولا كذاب أبدا، وكان دايما بيكرم أبوه وأمه، ودايما بيفرح أبوه السماوي. قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة. يسوع كان هو الطفل الوحيد الكامل في التاريخ، وكونه كامل مش معناه ان عمره ما انجرح في ركبته مثلا، لكن معناه انه مفهوش خطية، لان طبيعته كاملة. فهو كان قدوس وصالح تماما. هو الكامل في القدرة والحكمة، وهو غير محدود، لكن غير المحدود اختار انه يكون محدود لما دخل في رحم العذراء مريم عشان يعيش زي انسان وسط الناس. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. ولما يسوع كان عمره 12 سنة سافر مع أبوه وأمه من الناصرة لأورشليم عشان يحتفلوا بعيد الفصح ويقدموا الذبيحة السنوية. ولما كان كل الأولاد بيلعبوا في المدينة الكبيرة، يسوع قضى طول الأسبوع في الهيكل قاعد مع المعلمين يسمعهم ويسألهم أسئلة. وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. والهيكل كان المكان اللي فيه الخرفان بتتحرق على المذبح عن خطايا الشعب. والصبي يسوع فهم اللي القادة الدينيين ما قدروش يفهموه، لأنه جه عشان يقدم نفسه آخر ذبيحة.